حنا شباب البوم. ما شاء الله، وش ذا الزين يا نوف؟ تسلم يدينك حبيبتي. الله يسلمك يمه. شكله حلو لكن انا ابغى اكل وقيم، ولا تحكم على الكتاب من غلافه. استح على وجهك، اصبر لما يجون اخوك وابوك يتقهون معنا. تستاهل، انت تبغى تقيمه. السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا يا ابو عامر، حياك حياك، اجلس معنا، مجهزين الحلا والقهوه، حياك. ما عندي وقت، الدورية على اليوم الاستراحة، أروح للقصاب أخذ الحمى وأروح لهم هناك. تراك صرت تهتم بالاستراحة أكثر من بيتك. وش تبي مني يا بنت الحلال؟ الثلاجة مليانة والدراهم معكم، خليني أروح الربع يستانس معهم شوي. يلا بسم الله. ددير بددير بدربد دربد 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 دربد. هلا والله بالعائلة البطلة. اوف 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 اوف، انت مسوي الكيك؟ ايه ما شاء الله تبارك الله، اتحداس يا شيخة، اكيد خويات سبجونا اليوم. سوي قفط الجو، ترى انا كل يوم نتقهوى ونسوي حلا. اقول اسكت يا بزر. عمر عمر تعال بقى وعطنا تقييم. يجي احلى تقييم الحين. بسم الله. اتحداك يا شيخ، وش ذو؟ ما شاء الله عليك، اطعم بالمخ. طيب وراك واقف، اجلس تقهوى معنا. ما يمديها يمه، موعد العيال بالاستراحه. بس هذا الكيك بيدزها للاستراحه. شكرا نو. الله والله الله، مالت عليك، طالع على ابوك. حبيبتي انا لا، الثلاجه فاضيه حبيبتي، فاضيه، وبعدين يعني ما فيها شيء، ما فيها الا بيضه مكسوره. مكسوره مثلي حبيبتي. وشوفي شوفي، ها برطمان جبن ملحوس وخبزه يابسه. وش تبيني اسوي لك؟ ها وش تبيني اسوي لك؟ راتبي وخلص، قم هز طولك ورح توظف مثل الرجاجيل، سمعت؟ ترى انا مليت طفشت، ما حد سبدي، وأنا أصرف على البيت وعليك. أفا يا عجيب، أفا بس تذليني براتبك. إيه أنا أذلك، أنا أذلك زين، بس أنت لا إحساس ولا ضمير. هو من ناحية إحساس ما في إحساس، بس يعني يقولون يعني ظل رجال ولا ظل جدار. والله إن الجدار أبرك منك وأحسن منك، على الأقل علق عليه تحف، وأنت شفايتك عندي في هالبيت؟ ها اعتبريني تحفة ولا أقول لك تبيني لوح. شتى المبزر اللي تطق الباب وتنهاش؟ ربي بوز عليكم يا اخي، الا تعدل. طيب خير، هذا كوبري ما شفت لي، الطرط اليمين ثم اليسار، على بالك مين يعني؟ ها اسمعني، جيلو تحكي قص لسانك، قص. ستة أشهر ما دفعت حقه، تو يومين تفرغ الشقة وتلقيني ظهرك، وإلا توقيف خدمات. شوف شوف، أنت أصبر علي. ماذا بصابر؟ يومين الثالث لهما، تا
تسمع انت ولا ما تسمع؟ ابشر. إلى هالحين سهرانة ما نمتي؟ أنا اللي سهرانة ولا أنت؟ الساعة 3 كان نمت في الاستراحة أحسن. يا بنت الحلال أزين، علشان صلاة الفجر ما تفوتني، أصلي وأنام. إلى الحين سهرانين ما نمتوا؟ حنا سهرانين ولا أنت؟ ما تشوفون الساعة 3 سننت بالصراحة أحسن لك يا الصايع. أزين علشان صلاة الفجر ما تفوتني يبا أصلي وأنام. عجيب والله. الأول حكم يشق جبهتك يا ورع. حكيم يا خوي. أدري إني حكيم بس أبي خوي مصحصح. ها ترى لعبك الله بالخير. قوم يا ولد. النشبة دايبي النشبة دايبي تركي النشبة دايبي النشبة. هلا تركي من طول الغيبات جاب الغنايم، وش عندك؟ هلا 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 عامر، شلونك؟ والله بصراحة تزوجنا وابتلشنا يعني انشغلنا والله اشتقت لكم في الاستراحة. كيفكم وكيف العيال؟ طيب سير علينا. ان شاء الله قريب بإذن الله. بس عامر بغيتك فزعة. عامرني ما يمع لك عدو حبيبي. أنا بصراحة ببيع عفش الشقة وبوديه الحراج ومحتاج الونيت حقك تكفى. أبشر بعزك ما طلبت شيء، خلاص أنا مرك. كفو عامر حبيب قلبي، خلاص أبى أسلك اللوكيشن حق شقتي ومنتظرك. يرحم والديك لا تتأخر حبيبي. مع السلامة. باي باي. يا عجوبتي يا قلبي، ترى ما لنا الا هالحل، ما في غيره. احنا نبيع اثاث الشقه ونستاجر شقه مفروشه، وبعد ما تجي الجمعيه حقتك نستاجر شقه جديده. يا سلام، ما اقول الا مالت علي وعلى حظي. انا لو ما احبك ورحمتك ولا كان ضسيت بيت اهلي وسحبت عليك. يعني تحبيني يا عجوبه؟ ايوه موت عليك. ها يا الاسمر يا زين، يا الاسمر يا زين، حبك اسرني خلاني انسى احوالي. يا حبي لك تركي متزوج عندتي كرمه هنا. ام عامر. هلا. وش طابخه اليوم يا ام عامر؟ طابخه الجريش وقرصان. رح اجلس بالصاله وانا اغرف لك. لا والله غرفيني بحافظات باخذ من الاستراحة. تراك انهبلت بعد الاستراحة. اجلس كل معي وبعدين رح لهم. يا بنت الحلال، اخوياي معزمين لك شطب الدهنة، غرفيني بحافظتين كبار وخلي اخذها معي. ها وش ذا الحافظة الصغيرة؟ تبيني اقعد اكل قدامهم زي قطو؟ حطي حافظة سبيلي هبة الغنيمة. على هونت على هونت ستكبسين أموائين. كفو يا صديق كفو، حطوها بالهلي. ها شوفوه قدام العمارة. يا قلبي إذا نحل ظروفنا أوعدك بناخذ أثاث أطلق منك. من تزوجتك وانت تسحبني على وجهي بوعودك اللي ما شفت منها ولا شيء؟ طيب هدي انت هالحين، هدي الله يرحم والديك وبإذن الله تنحل الأمور. إلا بسألك سؤال وأبيك تجاوبني بصراحة. إيه اسأل يا عم. أنت ليش تبي تبيع الأثاث؟ تعرف يا عامر يعني أنا بغير أثاث جديد. على فكرة أنا كل سنة أغير الأثاث. لا يا شيخ، شايفني سبك عندك؟
عارف طفران ومنتف ما عندك شيء. تركي تراني كنت عند الباب وسمعت كل شيء. طيب خلاص ما دام انك سمعت كل شيء ما راح يخفاك شيء. شف انت اخو عزيز وغالي. انا صراحه قدر الله علي وحل علينا الاجار من كم شهر وصاحب العماره مهددني بايقاف الخدمات اذا ما طلعت. لا يا شيخ انت ايقاف خدمات طول عمرك وقفت على جار يعني. شفت شلون قاعد تضحك وتستهدفيني وتتهزئني شفت؟ يا ابن الحلال امزح لا تشدها. لا 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 قلت مزح معي احتمل في الوقت هزني وقف وقف مو مشكله بس ترى اثاثك معي. مو صح انا اسف انا اسف. ايه خليك مؤدب لا تشيل هم ما له الخوي الا خوية تروك. كفو كفو والله يا عم. عامر انت ليش موديني الاستراحة؟ لا بس نسيت شيء بالاستراحة باخذه وديك. اما عاد بيبيع اثاثة عشان ما يقدر يدفع الاجار؟ هذا اللي صاير يا عيال وتركي خوينا ولازم نوقف معه. كفو هذه هي الاصول. طيب ايش نقدر نسوي له؟ انا اقول نطلع برا ونلزم على تركي نقول لا شف تحط اثاثك عندنا بالاستراحه وندبل له شقه عيال نتقاط ندبل له شقه مفروشه يقعد فيها اسبوع اسبوعين مع زوجته الين ما تضبط امورهم. وش رايكم؟ انا معك قدام. كفو يا عيال. اسمع يا تركي اثاثك هذا نبي نخزنه عندنا بالاستراحه الين ما تضبط امورك والشقه وانا اخوك لا تشيل همها ان شاء الله ربي بيحلها. خاوي الخوي اللي عن الناس يغنيك خوه وفا خوة وفا ما هي خوة وناسة اللي على عسر المواقف يصافيك. لا شافك ضايقن لا شافك ضايقن ما صدي عنك براسة. على الطلاق ما تاخذ شقة تسكن انت والمدام في الاستراحة. قول تام تم تم يا عيال يلا روح. أبوك النكبة. صاحي ولا مهبول؟ تبيني أنا أسكن في الاستراحة ولا بعد استراحة أخوي عك؟ يا عجوبتي يا أميرتي يا ملكتي شوفي خليني 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 أشرح. شوفي استراحتنا على يميننا مشدودة عادي مشدودة وعلى يسارنا استراحة بنات. وشو؟ بنات؟ محترمات. الله يصبرني عليك يا تريكي واشوف اخرتها معاك. تراين علي يا زين اللي غارون وتيكو يغارون علي يا لبي. بس اقول جم بس جم رح جيب لي شي ناكله اي شي بخاري مطبق فول جت اخلص بسرعه. مهبول انت شوي شوي على اغراض تركي. يا صديق انتبه ها ابوك يا المقشع. لا ومبروزينها بعد لو انه قاعد عزوب يا زيله. اسمع ابيك تنتبه لاغراضها ها لا تكسر شيء. هذا ماما انت؟ اما عاد امي. هذه ام السعف والليف. ايش سعف والليف؟ سالفه طويله سالفه طويله بعدين اعلمك. الزبده الحين تركي بيجي مع مدام هو يجلس هنا استراحه. انت ما تجلس بالاستراحه هذا حرمه موجود عيب. صرف نفسك اوكي؟ يا ولد تفضل تفضل. اي هذه اليسار لا تخشين ادخل باليمين. اصدقائي عزوتي حبايبي الله يعطيكم العافيه الله يعطيكم العافيه. لو بس ما عرجتوني شويات وكفت اطلق ترى ما جيت. لا 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 ابد المكان مكانكم خذوا راحتكم وانبسطوا واستانسوا فلوها ما شاء الله لابسه خيمه. امانه 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 اعتبروها زي اختكم. سندريلا مشروع حكم ذي ما شاء الله. شو كان زين ما شفت شيء بعد. شوف السعه وشلون الله لا يبارك بالضيت خمس نجوم. بصراحه يا تريكي ما كنت اتوقع ان المكان حلو ومريح نفسيا. ما شفت الدكة صدق؟ ايه يلا نروح هيا بينا. يلا
تفضلي تفضلي. الله، شوفي شوفي الدكة شلون، شوفي ما احلى ذا المنظر، كأنك في وادي حنيفة. تفضل تفضل تفضلي يا عمري يا عشقي يا كل شيء، تفضلي تفضلي يا حبيبتي. سلام، أحلى شاهي لأحلى قلب. رب قلبك يا تركي. وادي حنيفة ذا ولا حديقة الفوطة؟ صديق ليش لابس كذا؟ عامر كلام؟ إيه؟ ما يبقى رجال جوا. وش اللي عيب انت وجهك فاهم غلط؟ لابس برقع على أساس انك والله متغطي عن زوجتي. يلا برا برا برا. يلا بسرعة يلا برا. شباب شريت أغراض للثلاجة. بيني وبينكم قلت عيب تركي وزوجها يفتحون ثلاجة الاستراحة ويلقونها فاضية. كفو والله، بيض الله وجهك يا ياسر. خاوي الخوي اللي على الناس يغنيك يغنيك قوة وفا، ما هي قوة وناسة وناسة، اللي على عسر الليالي ودر المواقف. ايه المواقف صح. يصافيك صافيك، لا شافك ضايق ما صدي عنك براسة. كفو يا ابويا اتحداك. علي الطلاق لا شيل الاغراض. الله الله، شوف المنظر ما احلاه، شاهي خضره ووجه حسن. ما شاء الله تبارك الرحمن، ذا الهوى اللي سفسف والزينه. هو يلي ما تستحي على وجهك يا قليل الحياه، هذا وش دخل علينا؟ هاي انت ما تستحي، انت بنص مخ انت وجهك ما تشبهون بدي معي. مالك انت، انت كنت تعتبرون زي اختكم. زي اختي يا دلي، زي اختي يا يلا نقدس. هيا كفو يا البطران يا البطل. اي يا بطل. ايش رايك فيني؟ والله قول قسم لا حطمته. هذا قليل ادب، طردني ليتني ما حلته طردته انه يسكن في استراحتنا. تستاهل لانك قليل حياه وراك تدخل زوجته داخل. ها المهم دحين يا عيال ندور مكان نقعد فيه. اي والله طقتنا الشموس، وش رايك نروح نتكي بكافي؟ ما بول انت نتكي بكافي وبيتنا موجود يا عيال، نروح نتكي بالملحق ونفلها. كفو انا وينو انت؟ راح ادور لك على شغل لين ما يطلع تركي من الاستراحه. وشيل البرقع ترى شبهه. انا ما بشيل هذا، حصل شغل بعد نشيل. الفاتنة اللي على قلبي تموت هي صباح الخير ولا الخير هي نظرتني وسلهمت ذيك العيون الغزل والشوق وأسرار الحكي. وين القهوة؟ وليه نسوي قهوة وانت ما تشربها معنا؟ كل ما سويناها رحت الاستراحة. غريبة يبا، اليوم انت رايح للاستراحة؟ لا ماني برايح الاستراحة، ما في أحد، خوياي كاشتي. صدق يبا؟ أجل أبشر بالقهوة والحلا وأنا بساعدك. يس تفضل. والله يحييكم. الله يحييك يبقيك. أنا والله سهلة. هلا بيتك معامل؟ إيه بيت رجل بيت من أبروح أجيب القهوة والشاهي وأجي. السلام عليكم. عليكم السلام. أبي قهوة وشاهي، أخوياي عندي بالملحق. غريبة، ليه ما جلستوا بالاستراحة؟ خوينا تركي سكن فيها هو وزوجته، ظروفهم المادية صعبة، حلفنا عليهم قلنا تقعدون، تقعدون إلين ما تدبر أموركم، يعني فزعة ومرجلة كذا يمه. الله يكون بعونهم، عطني رقم زوجته. أبشر يمه. وعليكم السلام، يا هلا يا أم عامر. الحمد لله، كلنا طيبين. فين؟ طيب هذه الساعة المباركة هاي، حتى أم كفتة عندي، خلاص ولا يهمك أبلغها. أبشر. طيب طيب يلا مع السلامة. هذه أم عامر بتقول تبغانا نروح الاستراحة حقت الأولاد، صاحبهم تركي ومرته ظروفهم صعبة وسكنوهم في الاستراحة، تبغانا نروح نساعدهم فيها. آه سيد روحي هي والله دائما رعت مواديب أم عامر،
شنروح معاه باذن الله ونساعدهم. تصدق من يوم خفت رجلي يعني استراحه صرت احب قعده البيت. اثر السهر وقل النوم هو اللي متعبني. صدقت يبا، ومن اليوم ورايح نبي ننضبط، ما عدنا بنسهر. الى متى ليلنا نهار ونهارنا ليل؟ كفو والله. اجل امك وينها؟ ها؟ ما ادري. دق عليها. دقيت عليها ولا ردت، ابى ادق عليها مره ثانيه. الاول حكم. ما هو وقتك يا ابو عامر. اقول العبي العبي في اللي امها. بس صدرت. أربعة. هذه ما تسري على وجهها. أدق عليها ولا ترد علي. وسهران تنبر البيت إلى هالعيد. غريبة. أول مرة أمي تسويها. غريبة. سهرانين لذا الوقت؟ حنا اللي سهرانين ولا أنت؟ ما تشوفين الساعة كم؟ كنت في الاستراحة. يعني إيش تبون؟ الواحد ما يقدر يتنفس؟ هذا شايكم وقهوتكم وعشاكم جاهز قبل أطلع. بس الساعة 3 على العيد. يا ابن الحلال أزين عشان ما تفوتني صلاة الفجر. أصلي وأنام. عجيب والله. والله سلام يردف مليون سلام لأحلى عمة بالدنيا. سلامات يا وحش. امش قدامي شغل سيارتك، عندي موعد أسنان. اي بس أنا توني جاي ومريض وتعبان. وإذا تعبان ومريض يعني شو أسوي لك؟ امش وديني يلا من غيرك وديني. أركض في ديتك. سك الباب. افا الموتر ما في بنزين. روح للمحطة وعب بنزين. اي صح صح. البوك البوك نسيته بالاستراحة. محفظتك نسيها بالاستراحة؟ عب الجوال. افا الجوال طافي شحن والشاحن ناسيه بالاستراحة. عامر لا تقعد تسوي لي ذي الحركات، ترى ماني معطيتك ولا ريال. روح للاستراحة جيب بوكك وشاحنك. مشينا. أبوك يا الزحمة. سلامات. مي البثرة واقفة عند استراحتنا. أبجيس. هالمرة أبصلها الاستراحة بلاش، لكن ثاني مرة بالفاتورة. الحين وش فيها المتخلف مقفل علي؟ ضاقت؟ والله ما المتخلف إلا أنت، لا تغلطين على عامر. معلش آسفة خالتي أم عامر، بس هو مقفل علي. ماني بخالتي اللحد ولا لأم اللحد يسلقه. مقفلين علي وتغلطين بعد؟ وش قلة الحياة ذي؟ أنا قليلة الحياة اللي ما تسحين على وجهك؟ علميني أنت إيش جابس عند رجاجيل في الاستراحة؟ وش قصدك يا الجركل؟ أنا جركل؟ عيب يا مي عيب، هذه بحسبة أمك. بحسبة أمان يا شايب يا العايب، ترى أنا كبر بناتك. هدي هدي يا بعد حي. سلامات سلامات، وش فيكم؟ وراك تأخرت علي، خليتني أتناشب مع حد زارين ذولي. أمش مشينا يلا أمش أمش. هدي هدي يا عم هدي، خلهم ينقلعون. هدي لا تفضحين. ارتبي ارتبي ارتبي. أنا وريت السيارة ما تشتغل، شكلها ما فيها بنزين. أوف وبعدين يعني؟ يلا خلصونا ورا ما تنطمني يسلقه. لا اجي انزل الحين معطس معشوشة. خلاص يا عمه خلاص انا بتصرف. ابو عبيد هلا. لا انت تعال دف معي. يلا ورا ما تجين تدفين معهم يسلقه انت صيقاتك. بروح اجيب لكم بنزين واجي. وانا بقعد احتريكم انتوا بنزينكم. وقفوني تاكسي خلوني امشي. المحطه قريبه يا عمه.
ارسبوا معي ننزل عمتك مشواره ونرجع نعبي بنزين. وش ذي الريحة؟ ريحة غنم. أكيد سيارة غنم، وش تبين ريحتها؟ ينسون مثلاً؟ الله أكبر، مش معرفكم أنتم من ريح الحلال؟ هذا رزق من الله. الحين الريحة الخايسة تلزق في عبايتي، وع وع. وأنت صادقة يا عمة، حتى أنا تلزق بثوبي. أنا ما أدري وش شايفة تنفسك عليه أنت، احمدي ربك أني فاز لك. أنت فاز لنا ترى بخشم الريال. يلا انزل تجركلك يلا. وش قصدك بجركل؟ انزل هنا وافقع وجهك الحين. لا 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 لا، ما لها داعي يا عمه. وانت تحط راسك براس حرمه. مشينا مشينا بس. ايش خليه ينقلع؟ يلا يلا. اقول لا تهايط. خليه ينقلع بس، خليه ينقلع. تراك كبير سن. يلا 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 يلا. يلا روح توكل على الله. حسبي الله عليك، الله لا يوفق، جعلك تنقلب سبع قلبات. خلاص لا لا تدعين عليه يا عمي. خله. امشي امشي. الناس تناظر. حسبي الله عليه. النشبة ذايبيك. أبو عبيد يدق، وش عنده؟ رد عليه شوف وش عنده. النشبة ذايبيك. ألو، هلا أبو عبيد. هلا عامر، شلون يكون عمك؟ أم عاد عمي، وش تبي أنت؟ والله يا عامر يا بعد حي، انا ادري والله اني مخطين عليكم وحسرت بكبدي من نزلت لكم اليوم والله. وش عندك داق يا قليل المروه؟ ما تسحي على وجهك عقب اللي سويته؟ اذكر والله اذكر والله يا الربع، والله اني نادم يوم نزلتكم اليوم. اصلا ما عليك شرها، لو انك كفو كان طلبتك بحق عند الرجاجيل. يا بعد حي يا عامر لا تزيد علي بالحكي، والله اني ادري اني مخطي، لكن ابشر بلحق وما يلحق، ذبيحه حق لك ولعمتك. ها؟ خلاص اوكي اوكي، لا تنسى الكبده والكلاوي. والراس والراس والراس، جيب الراس معك بعد. الراس والشرعان يجنكم شلوطاي. يا غنم ريعي وقرضك اللي يعود. يا عبد الغفور. سم يا عم. تعال. انت تشوف الطلي يا الكبير؟ اشوف. ايوه. هذا تروح تاخذه وتذبحه. يا عمي هذا الطلي محجوز لزبون مهم عندنا. وش هو زبون مهم؟ ما في زبون مهم، خلي يولي. ابيك هالحين طول العمر، انا عندي زبون الخاص، تاخذ الطلي وتذبحه وتقطعه ثلاجي وتجيبه يم. يلا ابدا. ابشر يا عم. التطبيقات والله صارت الأغراض تجي لحالها. سكن بالخير ولا عمك. بسم الله الرحمن الرحيم. سلامات، وش عندك أنت؟ آه شكرا، يعطيك العافية. وش ذي الورد؟ الورد نعطيه مع أول ذبيحة لأول زبون، بعدين الورد له عدة لغات، الأحمر الحب، والأبيض للنقاء، والأصفر للبهجة. أقول ليتك جايب جح أزين. ها؟ ليتك جايب جح أزين. عموما كثر الله خيرك ما قصرت. عامر أبيك تصوت لأبوك بسلم عليه. أبشر أبشر. وش ذا؟ هذه ذبيحة جايبها أبو عبيد. وش المناسبة؟ اليوم تهوشت معه أنا وعمتي وجايب الذبيحة رضاوة. عجيب والله. والورد لمين؟ أبو عبيد جايبها، مسوي حركات تسويق وكذا، يقول أول ذبيحة الأول زبون تيجي معها باقة ورد. ها أجل، وين راح أبو عبيد؟ ولا ما قلطته؟ أوف نسيته عند الباب. أو
الله يحييك ابو عبيد والساعة المباركة. الله يبارك بايامك ويجعل بيتكم عامر ان شاء الله. يا ابو عبيد ما فيه داعي للكلام هذه كلها، تجيب ذبيحة وانت ضيفنا. يا بعد حي ابو عامر ما من كلافي، عسى الله يجمعنا على خير وسعادة. اي والله فلو ما يضيعنا بحاجيك بوه. يا بعد حي هي زي ريحة ذا الورد. أم عامر خل عن سد بيحة، أنا اللي بطبخها اليوم. أنت اللي بتطبخين؟ إيه أنا اللي بطبخ. غريبة، عارف عمك ما تحب الطبخ. عاد ذا الذبيحة بالذات أنا بطبخها اليوم وبزين لكم أحلى مقلقل. شوفي الورد يا زينة، شم الريحة تهبل تهبل. أنت رجال كفو يا أبو عامر، والحضيضة اللي يناسبك تصير خال عياله، وأنا اليوم جايك أخطب أختك حصة على سنة الله ورسوله. ساعة المباركة، الرأي الأول والأخير لأختي، خلني أشاورها وأرد لك. والله أني كنت حاس، أجل جايب ذبيحة وورد مسوي بتضبط نفسك، أنا ماني موافق، وبقول لهم أنك عصبي وأنك قعيطي، وش عندك؟ لا يا عامر يا بعد حي، أنت أدري أني أرمل، حالتي حالة. وبيلي مرت انت سند انتالي عمري يا بعد حي، خلك محضر خير. أجل اسمع، أجار الاستراحة لمدة سنة مجانا. تم. وكهرب وموي عليك. تم. وذبيحة كل شهر للاستراحة. تم تم. سلامات وراك تصيح، الحين تسمعك عمتي وتهون. ما شاء الله، أنت تطبخين اليوم؟ عاد اليوم يا أخويا بزين لك ذاك العشاء اللي يحبه قلبك. حبة العافية، أنا والله بعد عندي تكريمة زينة، وبعد أنت خصص الكلمة، وأنت رايج الأول والأخير. عسى خير يا أخوي. أبو عبيد يبي القرب منا ويبي الزوج سلمة. يا أخوي الرأي الأول والأخير لك، وحنا لازم نسأل عنه. ما يحتاج تسألون عنه، كريم، صنديد، شهم، كفو، مطلوخ، نشمي. أجي توكلنا على الله. قام يا واد بدري عليك تفوز. ألعب ألعب ألعب. يا عيال عندي لكم مفاجأة البطلة. إيه زي ما حسي غيرك. الاستراحة لمدة سنة مجانا. هيا عمر. هيا عمر. واطرخوا الماء والكهرب مجانا. بطاطا 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 عامر بطاطا عامر بطاطا. ايوه وش تبون بعد؟ ذبيحه كل شهر. لحظه لحظه، انت تتكلم جد ولا تسوقها علينا؟ ورع انت ورع، اسخر عيالك. انا ما اكذب يا عيال، عمتي تزوجت ابو عبيد واعطيته شروطي ووافق عليها. والله صبوا لي فنجان على العال، عقب الغاضي لا تغسلونا. يا لا 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 عقب الغاضي لا تغسلونا. وصبوا لي فنجان على العال، عقب الغاضي لا تغسلونا. يا لا 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 يا عيال من قلب الستيشن قدام. تعال تعال، أنت جيت بس. أنا برشلونة. شلونك يا أبو عبيد؟ يا عجب يا عجب، وش هالدلع وش هالغنج؟ أجلك اليوم بغيتي تمسحين بوجهي يا زفل. هذا كول الله يهديك، حنا الحين حبايب. أنا اليوم جاي أرتب أمور إرسنا، وبعدين ان بغيتي الحفل بقاعه ولا بفندق، لو تبين بعد موض يجيبه جبته. عطى جوه. وشو هالكلايف هذه كلها والخساير؟ انت ما شاء الله رجال بخير وعندك استراحات، نخلي عرسنا بالاستراحة في قسم للرجال وقسم للحريم، وهالمبالغ هذه اللي بتصرفها عطنيها فوق مهري. تم يا خروف.
وبيك بعد تعزم البنات مساكين دام انهم عطوك الاستراحة خلهم يجون يستانسون. هن أزمة البنات وهن أزمة الشباب بعد. السلام عليكم. هلا هلا ابو عبيد. معليش على الازعاج. هلا بك. انا ادري ان تاخرنا بالايجار، معليش يعني اسبوعين بالضبط ويصير عندك الايجار ان شاء الله. معليش الوضع عندنا شوي متكهرب. لا انا بسامحكم بالايجار بس بشرط. وشو؟ انا ابي اتزوج وابي اسوي حفله العرس عندكم بالاستراحه. عندنا هنا بالاستراحه؟ هي عندك يا وليدي، لانه عرس الحريم عندكم بالاستراحه والرجال عند عامر واخوياه. والله ما ظنت البنات يوافقون يا ابو عبيد. ليه ما يوافقين؟ وانا حسبك حسبه بناتي وارمل ومقطوع مشجره وبيك تحضرنا العرس وتعتبر انه عرس ابوك. ليه يا شينات؟ ما يصير هاللون، وانت تعرفين اني ابو عبيد. ما يصير هاللون. انا الحين والله دكت العوره وعملت خلاص خلاص يا ابو عبيد، والله انك قطعت قلبي. يسر خاطرك الا طيب. روح صلاح، يلا صلاح صلاح. ادري عليك تجيب التعادل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. خير ان شاء الله. ايجار الصراحه حق سنه كامله سمحتنا فيه. وش تبغى؟ شندو مسمار الصلب يا عامر. قم قم، ابيك بلك سالفه. قم. لا حد يلعب. ها لا حد يلعب، اقعد. ها وش عندك؟ اسمع يا عامر، عمتك حصه شرطة علي اصلح العرس باستراحتي. عرس الرجال عندكم بالاستراحه وعرس الحريم باستراحه البنات. ابوك القعاطه عرفها، تبي توفر ايجار القاعه، لكن تدري شلون؟ طلقها يا ابن الحلال. خلصنا شلمك انت، خلصنا من هالسالفه. خلاص اوكي، بس بشرط. لاجل اين تكرم مدينه؟ وش شرطك؟ تعطينا سنه اضافيه مجانا. سنه اضافيه؟ سنه اضافيه وانت تدري اني اربل ومقطوع مشجره وما لي والي ويا جدي. تضحك ولا تبكي؟ تضحك ولا تبكي؟ واضح انك كذاب. واضح؟ اي واضح. هذا شرطي، تبي ولا لا؟ لا لا، ابي 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 يا اخوي. شروطك انت صارت ازود من شروط عمتك حصه. ايش بلاكم انت؟ اجل خلاص دزها. خلاص هذه النشبه. سلامات يسوي عرسه عندنا؟ لا ما بقى لا نطق له بالعرس. يا خبل، الرجال بيسامحنا باجار الاستراحه، ترى كلها يوم يسوي عرسه وقضينا. ايش فيك انت؟ ترى بنستانس يعني، حفله وطق وبوفيه، وانا بصراحه من زمان ما عشت هالاجواء. انا موافقه، وانا بالنسبه لي ما عندي اي مانع. انتم متخيلين انه بيطيح علينا اجار الاستراحه؟ لا، وفوقها وناسه ام الفله. خلاص انحسم الموضوع، ثلاثه اصوات ضد صوت. Thank you.
صباح الورد، يا صباح العسل كله، تفضل حبيبي. يا صباح القشطة والعسل والجبن وكل شيء زين من النواشف. وهذا فطورك جاهز يا عمري. اي والله بفطر وعين من الله خير، عقب اتوكل على الله لشغلي. اي شغل يا بعد عمري، تونا معاريس، اليوم اجازة. ودي والله بس ما اقدر يا بعد حي، انا عندي لي حلال وعقارات مني صالية. يا بعد عمري الحين خلني امسك معك نص الشغل، تراني انا ذيبة وافهم بالامور. راي زين من راس زين، وبكتب لك وكالة بعد. وكالة؟ أزين وأزين. يعني فوقنا غابنتني مسويين عسى في استراحتنا، ومن زين وجيكم مستانسين بعد. عد روقينا يا بنت الحلال، معليش ترى كلنا ما ندري من هي العروس. انتي وراك مكبرة الموضوع يعني، خلاص طلعيها من راسك. والله من جد خلاص بقلعتهم. من عذابي الخامس 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 القم. ايه وش السالفة؟ كمين يا ورع. اقول لك لما شافتني ماتت. عارف اللي ودر. ايش في؟ شو السالفة؟ بنات ايش في؟ نروح نشوف. ما ادري ما طب لحظه كلنا مع بعض. ايه انت ايش فيك؟ توقف وانت تجي امشي. لحظه امسك يا امسك. ها ها يا عيال بس عن استراحاتنا منقطع. وش السالفه؟ هذا العيال وش السالفه؟ حتى انتم منقطع عنكم الكهرب. انا اللي طفيت الكهرب والكهرب وهم راجع ليه تسددون الاجار اللي عليكم. سلامات يا عمه، حنا متفقين مع ابو عبيد وخالصين. حتى حنا اتفقنا مع ابو عبيد انه يشيل الاجار مقابل عرسس. هذاك اول يا حبيبتي، الحين انا صاحبة الحلال وكلامي هو اللي بيمشي. مشينا. عامر وبعدين مع عمتك هذه ترى بلشتنا ومشغلنا، وخلونا نسوي عرسهم في استراحتنا وبشيل عنكم الاجار وهذه نهايتها. ايش دخلني انا؟ ايش دراني انها بتقلب هي وابو عبيد؟ بس دواهم عندي. الو ابو عبيد؟ قطعت الخط في وجهي بنت الذينة، نرجع دق عليها من ذي. ألو من أنتي وش تبين براجل أبو عبيد؟ أنا منيرة ومتصلة عشان أنبهك من زوجك. وش في زوجي؟ ترى زوجك متزوج مسيار وممكن يبيعك في أي لحظة، وإذا ما مصدقتني أبرسل لك الموقع تروحين تشوفينه بعينك. الله لي يوفقهم الرجال. مسيار؟ ارسلي لي الحين الموقع وريقي لي للحياة. يلا اوكي باي. حلوه ذي حزينه باي كذا باي. هي ابو عبيد للذبايح، عندنا ذبايح حريه ونعيميه ونجديه وتيوس ارضيه هالطول اذن وتقل معروف. واو يا ابو عبيد، شف انا يبغالي ذبيحه راهيه ومشحمه، ابغالي الشيء يبيض الوجه. ابشري بس عاد موجوده الذبيحه اللي تبيض الوجه، بس ارسلي لي الموقع وابد يجيك بساعة. لبى قلبك يا ابو عبيد، خلاص اوكي فديت شواربك شوارب الحصني. غني لي شوي شوي، غني لي وخذ عيني. بسم الله. ماي تسلم يا عمري يا حبيبي يا ابو عبيد. ذبيحة وورد بعد، والله احرجتني يا ابو عبيد. شكرا تسلم ما قصرت، فديت الشوارب. ابو عبيد هلا يلي ما تستحي على وجهك.